النشرة الإخبارية من القدس دوت كوم. أهلا بكم. أحيا الفلسطينيون اليوم الذكرى 66 للنكبة، حيث انطلقت مسيرات العودة في مختلف أنحاء الضفة، وأطلقت سفارات الإنذار في المخيمات، وقمعت قوات الاحتلال عددا من المسيرات بإطلاق قنابل الغاز وملاحقة النشطاء، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بالاختناق. قررت شركة الكهرباء الإسرائيلية البدء بقطع التيار الكهربائي عن المقدسيين بواقع ساعتين يومياً، وذلك بسبب تراكم الديون على شركة كهرباء القدس التي تتولى توزيع التيار. وقالت الشركة الإسرائيلية أنها ستبدأ بخفض توريد الكهرباء للقدس الشرقية، وأنها ستنقل مولدات كهرباء المستوطنات. قالت صحيفة هآرتس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث عن بدائل للمفاوضات بعد وصولها إلى طريق مسدود. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال خلال لقائه الرئيس محمود عباس في لندن أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام السلام، وأن الأمر الآن في أيدي الفلسطينيين والإسرائيليين. يدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها وزير الدفاع المصري السابق عبد الفتاح السيسي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، وتستمر عملية التصويت 4 أيام في أكثر من 100 دولة حول العالم، حيث من المقرر أن تنتهي في 18 من الشهر الجاري. نهاية النشرة، إلى اللقاء. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.